النادي الاهلي صحيح انه تعادل وفقد نقطتين قدام نادي المقاصه وكمان في مباراه التتويج بالدوري، ولكن في وجهه نظري مباراه اكثر من رائعه وتجربه اكثر من رائعه للنادي الاهلي، خصوصا قبل مواجهه الوداد في دوري ابطال افريقيا. ربما يكون جمهور النادي الاهلي مش مبسوط من نتيجه التعادل والاداء والفرص اللي ضاعت، وكمان فريق مصر المقاصه لعب ب10 لاعبين بس من منتصف الشوط الثاني وكان في مساحه النادي الاهلي يكسب، ولكن التكتيك اللي عمله الكابتن ايهاب جلال على النادي الاهلي في وجهه نظري كان تجربه رائعه للنادي الاهلي عشان يتعلم من المباراه دي حاجات كتيره جدا جدا ممكن يشوفها في مواجهه الوداد في سيمي فاينل دوري الابطال، وخصوصا في ماتش الذهاب اللي هيكون في المغرب ان شاء الله في اكتوبر الجاي. بعيدا عن النتيجه تعالوا نتكلم على ازاي فعلا الكابتن ايهاب جلال افاد فايلر، والمباراه دي لازم لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يتفرجوا عليها كتير عشان يستفيدوا منها من الاخطاء اللي وقعوا فيها ومن الشكل التكتيكي اللعبي مصر مقصه، واللي في وجهه نظري الشخصيه اعتقد نادي الوداد هيبقى يلعب بطريقه شبيهه للطريقه اللعب بيها الكابتن ايهاب جلال، ولازم يتفرجوا عليها كذا مره. كابتن ايهاب جلال كعادته دايما في مواجهه نادي الاهلي ونادي الزمالك لما يكون هو مدير فني نادي مصر المقاصه على طول بيطبق الضغط بطول الملعب، بيمنعك انك تطلع بالكوره من نص ملعبك، وبالتالي عمليه النادي الاهلي في التحضير كانت صعبه جدا. نفترض طبعا انا حط البنات بالشكل ده عشان اشرح لكم الثغره اللي كانت عند النادي الاهلي، ولكن لو ابتديت كلامي بفكره بناء الهجمه عند النادي الاهلي كان فيها ازمه كبيره جدا. ليه؟ لان ياسر ابراهيم وايمن اشرف لما كانوا بيحاولوا يطلعوا الكوره كان دايما في ضغط من عمرو مرعي وباول انفوافي ومحمد ابراهيم على حامل الكوره، وكانوا بيجبروه ان هو يلعب كوره طوليه لقدام. عمرو السوليه وحمدي فتحي في الشوط الاول كانوا غايبين تماما في مساله انه ينزلوا كتير ويستلموا الكوره بسبب الضغط اللي كان بيعمله لعيبه مصر المقاصه، وبالتالي النادي الاهلي كان بيلجا للعب الكرات الطوليه وانتظار الكره الثانيه اللي بتقع في نص الملعب وانه ياخدها. طيب ده اثر على ايه؟ طبعا ده مش اسلوب لعب فايلر، ولكن الطريقه دي اجبرت لعيبه النادي الاهلي يعملوا كام كره طوليه في المباراه كلها؟ يعملوا 51 كره طوليه، 51 كره طوليه، فقدوا منها الكره كم مره؟ 31 مره، يعني بنتكلم في نسبه اكتر من 50%، وبالتالي نسبه ضعيفه جدا جدا، ودي تؤكد ان طريقه الكابتن ايهاب جلال نجحت في تحجيم بنى اللعب عند النادي الاهلي وحرمه من اهم ميزه بنشوفها دايما مع فايلر وهي الباسنج الكتير او التمرير وفتح المساحات وخلق المساحات في نص ملعب وكمان التحرك بدون كره. كل ده كان غايب عن النادي الاهلي بسبب الضغط بطول الملعب اللي كان عامله لعيبه نادي مصر المقاصه، واللي اعتقد نادي الوداد هيعمله على النادي الاهلي في مباراه الذهاب في المغرب. النادي الاهلي لازم يبقى عنده حل لمساله لما بضغط وفي ضغط عالي عليا اللعيبه كلها طالعه لقدام تجاهي، اعمل ايه؟ اطلع بالكره ازاي؟ مين اللي هينزل يستلم؟ ممكن طبعا العب على الكره الثانيه، ده اسلوب اكيد بينجح في بعض الاحيان ان انا بفرغ المساحه وخصوصا لما المنافس بيجي لي في نص ملعبي، ولكن لو انا بلاعب فريق عنده ذكاء في مساله المان تو مان في نص ملعبه اكيد الكره الثانيه في اوقات كتيره مش هتبقى من نصيبي، وبالتالي لازم فايلر يشوف الشوط الاول على وجه التحديد. الشوط الاول على وجه التحديد نادي مصر المقاصه عملها بشكل مميز جدا 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 عن النادي الاهلي ومنعه ان يبني اللعب، وكان في غياب تام للثلاثي حمدي فتحي وعمرو السوليه ومجدي قفشه في مساله النزول لنص الملعب عشان يقدروا يساعدوا زمايلهم في الخروج بالكوره من نص الملعب. النقطه الثانيه اللي الكابتن ايهاب جلال عملها في المباراه ولازم طبعا الجهاز الفني وفايلر ياخدوا بالهم منها هو التركيز على جبهه محمد هاني. ازاي بقى؟ طيب في بدايه الحلقه انا كنت حاطط البنات بشكل معين وحطيتها وكنت باعت شويه عمرو مرعي وفي ثلاثي انا مقربه جدا من محمد هاني وهما احمد محسن
وباولو فوافي ومحمد ابراهيم. التلاتة دول عملوا جبهة على محمد هاني. الوحيد بس اللي كان بيحاول يقرب منه هو ياسر ابراهيم. عمرو السولية كان بعيد جدا، جيرالدو كان بعيد جدا، وبالتالي محمد هاني وجد نفسه في أول 45 دقيقة محاط بالثلاث لعيبة دول، باولو فوافي اللي اوريدي هو بيلعب ليفت وينجر في مصر المقصة، محمد إبراهيم بلاي ميكر برضو نازل بيضم على الجبهة دي، وأحمد محسن الليفت باك بتاع نادي مصر المقصة بيضم وبيطير على جبهة محمد هاني وشكله خطورة بالغة على الجبهة اليمنى للنادي الأهلي في الشوط الاول. جبهه اخترقت كتير جدا 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 في اول 45 دقيقه، حتى جه منها الهدف اللي احتسب تسلل على باولو فوافي، وجي منها بخلاف الهدف انفرادين او ثلاثه بخلاف طبعا الكرات العرضيه اتلعبت من الجبهه. ده بسبب ايه؟ بسبب التركيز على محمد هاني، مش بس ان انا خليت المهاجم بتاعي يركز عليه، لا ده انا خليت البلاي ميكر يضم عليه، خليت الليفت باك يضم عليه، وبالتالي كان صعب جدا على محمد هاني يواجه الضغط ده. ربما في نهاية الشوط عمرو السولية بدأ يفوق الحتة دي، جيرالدو الدور الدفاعي بتاعه كان سيء جدا جدا في أول 45 دقيقة وخلى محمد هاني متعري طول الوقت وكان صعب جدا. عارف طبعا أن المشاهد ممكن يلقي اللوم على محمد هاني، بس لما تيجي تشوف المباراة وتشوف الكرات دي كذا مرة هتلاقي محمد هاني كان بيواجهها لوحده. نادي مصر المقصة الكرات البينية اللي اتلعبت بمحمد إبراهيم في الحتة دي كانت كتيرة جدا، وكان صعب جدا ان محمد هاني يقدر يراقب اتنين لعيبة بيجروا من وراه. فنقطة مهمة برضو لفايلر قبل مواجهة الوداد اللي اكيد متابع مباريات النادي الاهلي وعارف ان دايما محمد هاني بيلعب تحت الضغط، بيلعب تحت الضغط، فاكيد هيبقى التركيز على الجبهة دي اكتر ما هيبقى التركيز على جبهة علي معلول اللي اكيد اكثر خبرة واكتر سرعة وعنده حلول لتفادي المواقف اللي ممكن تحصل معاه زي ما بتحصل مع محمد هاني. دول نقطتين مهمين جدا وسلبيتين النادي الاهلي واجههم، وانا بشوفهم ان هم دروس كويسه قوي للنادي الاهلي ان هو يواجهها في الوقت الحالي. طيب على الناحيه الهجوميه كان في طبعا مشاكل كبيره جدا، لان جيرالدو كان بصراحه الميس باس عنده كتير قوي في الشوط الاول، والنادي الاهلي كان فاقد تماما الجبهه اليمنى ما كانش فيها منها اي خطوره. بادجي كان بينزل كتير قوي لبره منطقه الجزاء، ليه؟ لان كابتن ايهاب جلال منعه انه يتقدم كتير عشان كان بيلعب بدفاع متقدم، مثلا كابتن عشري مثلا على وجه التحليل او الكابتن مختار ده بيحط خط دفاعهم قدام منطقه الجزاء، انما كابتن ايهاب جلال ما بيعملش كده. كابتن ايهاب جلال بيقول اتنين مساكين يتقدموا دايما ويكشفوا الاوفسايد تراب او يعملوا مصيده التسلل على لعيبة النادي الاهلي عشان يجبروهم ان هم يجروا في مساحات كتيرة ويتعبهم اكتر، وبالتالي النادي الاهلي فشل. ربما يكون النادي الاهلي في الشوط الثاني شم نفسه كتير بعد الطرد اللي تعرض ليه دبش في كورة اليو ديانج، ولكن النادي الاهلي للأسف حتى بعد ما مصر المقاصة لعب منقوص من لاعب كان بيلعب على الكرات العرضية، اللعبة كانت بتستسهل مش قادرة ان هي تحرك الكرة كتير في نص الملعب بسبب التراخي وبسبب ممكن كمان اكيد في ارهاق بسبب المباريات المتتالية، فكان كل الاعتماد على محمد هاني يطير او علي معلول يطيره في الشوط التاني ولعب الكرة العرضية وربما اي حد يقابلها ونجيب جون ونخلص من المعضلة اللي احنا فيها. حتى كهربا لما نزل ربما نزل في بداية الامر كرايت وينج، انها بمرور الوقت بدأنا نشوف ان فايا بدأ يقول له خش كون جبهة تانية، خصوصا مع مروان محسن لما نزل وبقى النادي الاهلي بيلعب باتنين رؤوس حربة ومستني الكرات العرضية. كلها دي كانت طرق لحد ما فايلر بيحاول من خلالها ان هو يحقق المكسب، ولكن النهاردة دفاع مصر المقاصة كان قوي جدا واللعيبة كانت مركزة، خصوصا مودي مساك نادي مصر المقاصة قدم مباراة ممتازة في الكرات العالية ومنع لعيبة النادي الاهلي في كرات كتيرة بسبب تدخلاته. لكن في كل الاحوال حتى رغم التعادل اللي حققه النادي الاهلي اشوف المباراه كانت تجربه ودرس حلو قوي لفايلر يستخدمه ان شاء الله قبل مباراه الوداد، اللي انا متاكد ان فريق الوداد هيلعب بطريقه اشبه بدي، وبفتكر لما نيجي نحل مباراه الوداد هيبقى الضغط بطول الملعب والتركيز بثلاثي على جبهه محمد هاني. ده كان تحليل سريع لمباراه النادي الاهلي ومصر المقاصه. شكرا جزيلا، كنت معاكم كمان.